وشا. مش اي وجه للمقارنه بين الاثنين، يعني حتى ساعات اهزر واقول لهم يعني لا مشاهد العاشره بيشوف كلام تاني ولا مشاهد كلام تاني ممكن يشوف العاشره. بحس انا بحس ان احنا مختلفين. استاذ وائل طبعا ده راجل كبير وعنده خبره كبيره وصاحب مدرسه يعني كبيره في الصحافه، انا يمكن تلميذه في مدرسه تانية يمكن بعيده شويه عن المدرسة بتاع الأستاذ وائل. أنا نفسي ما عدا حكاية الهدوء الزيادة دي اللي مش قادرة أعملها من الأستاذ عماد الدين أديب. يعني هي دي اللي نفسي أعملها بس مش عارفة أعمل الهدوء الزيادة بتاعه، يعني مش يعني عايزة أهدى أكتر مش عارفة أعمل، لكن هي دي المدرسة. أنا رأيي دايماً إن الطبيعي هي أقرب حاجة، وبعدين على فكرة الجمهور بتاعنا ذكي جداً 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 جداً، حتى لو خدع لفترة صغيرة بيرجع تاني وبيعرف الحقيقة وبيقدر فإحنا يمكن شعب مجامل شوية ما نحبش نكسف البعض أحياناً، لكن إحنا عارفين مين المدعي ومين الحقيقي ومين اللي بيمثل. عندنا حكاية الفرز دي بتشتغل كويس قوي. يمكن هتختلف معي شوية، أنا مش مع المنع، يعني أنا دايماً بقول خلي الفضاء مفتوح وخلي كل واحد يختار وباللي هو عايزه، يعني ما تقولش الناس شوفوا رشا نبيل او ما تشوفوش رشا نبيل، خلي الفضاء مفتوح لان حكايه المنع كمبدا غلط. انا بشوف ان بعض الشخصيات اللي حضرتك ذكرتها سواء استاذ صفي عكاشه او استاذ احمد موسى أو دول لهم جماهير بتشوفهم وبتسمعهم وبتصدقهم. هم صح وهم غلط، هم ليهم طريقتهم. اللي احنا لازم نفكر فيه كلنا باتفاق ان احنا هناخد الناس لمساحه الوعي، يعني احنا نفسنا كاعلاميين يبقى عندنا رغبه ان احنا ناخد الناس. انا عارفه ان ده حلم مش هيحصل، كل واحد بيشتغل بطريقته، لكن انا مش مع المنع. انا رايي ان الفضاء يفضل متسع، وحضرتك كمشاهد تختار تشوف رشا نبيل، تختار تشوف احمد موسى، تختار تشوف توفيق عكاشه، تختار تشوف ساعات كنت ازعل قوي لما اسمع يتقال اصل انا يعني الناس البسيطه اهلنا كلنا البسطاء واحنا كلنا بسطاء، يعني اصل فلان قال مش عارفه ايه، واحس ان اللي قدامي بيقول معلومات غلط او طبعا في مشكله طبعا، لكن في نفس الوقت مش حلها المنع. بس انت في النهايه الحقيقه افسدتي اخلاقيات المجتمع، ومفروض ان الدوله بقى اللي هي بتضمنا جميعا هي اللي بتحط القواعد دي، هي اللي ما بتخليش رشا تعمل حاجه بمزاجها او ندى تعمل حاجه بمزاجها او ميت مفيش كده. انا حضرتك في حريه تداول المعلومات، حضرتك تداولي المعلومات زي امسكي رشا نبيل دي عضو مجلس الشعب وهات لها كل التاريخ المهني بتاعها، لكن ما تقوليش اصل انا شفت عضو مجلس الشعب مع فلانه الرقاصه وصورتهم. يعني سوري سوري معلش، يعني وبعدين يعني كل ما حد يختلف تطلعي له بقى حاجه والكلام الفارغ ده يعني انت بتصفي الخصومه دي آلات يعني رخيصه قوي، ولا يجب باي حال من الاحوال ان احنا ولو في قلت لك انا بديك لو اي اعلام لو انا شخصيا ارتكبتها اتمنى ان الناس ترفع عليا قضيه وابقى في السجن، ان هو ده المكان الطبيعي ليه ما دام انتهكت حرمه حياه حد. ميثاق الشرف الاعلامي مش الورق اللي احنا نوقعه مع بعض، احنا اتفقنا احنا كامانه، لان خلي بالك من حاجه في قوه في مصر غير قوة الإعلام، هي قوة الإعلان. الإعلان هو من يقود المشهد الإعلامي في مصر. يقول لك حاجة غريبة جدا، يقول لك الجمهور عايز كده وكأنها ثوابت. يا أستاذ حضرتك على أي أساس عرفت إن الجمهور عايز كده؟ حضرتك عملت استطلاعات رأي حقيقية، شفتوا الناس؟ ما شفتوش الناس. يعني أنا مثلا كلام تاني أزعم إنه بعيد عن السكة دي ومع ذلك بيطلع في التوب 10. يعني التوب 10 مش عشان أنا بعمل أي حاجة فيها، ومع ذلك الإعلان ما بياخد حاجة معينة ستار معين شايف إنه هو بيعمل حاجة معينة، خاصة الجمهور عايز كده وبيظلم الجمهور ظلم بين، وتلاقي الناس قبلك في الشارع تقولك إحنا إيه ده؟ إزاي الكلام ده؟ إحنا ما قلناش كده وما بنحبش كده وما بنشوفش كده. فالإعلان هو السبب، الإعلان السبب اللي إحنا فيه، يعني كل الانتقادات اللي إحنا قاعدين نقدمها للمشهد الإعلامي سببها الإعلان وليس الإعلام. يعني مثلا لو أنت بتشتغلي في البي بي سي أو في أي محطة محترمة في ميثاق للمحطة، حضرتك لو ما التزمتيش بالسياسة التحريرية المحطة هيك بتعاقبي. كل المحطات لازم يبقى فيه سياسة تحريرية، وعلى فكرة فكرة الحياد دي فكرة مش موجودة في أي مؤسسة من المؤسسات، لكن أنا بتكلم عن الضوابط الأخلاقية، والضوابط الأخلاقية دي بقى مسألة في غاية الأهمية. أنا وحضرتك نطلع نشتغل إعلاميين حاجة، وإن إحنا نطلع ننتهك حرمة الحياة الخاصة للناس دي حاجة تانية. أي إعلامي
وانا عارفه ان الكلام ده هيزعل ناس، اي اعلامي ينتهك حرمه الحياه الخاصه لاي مواطن ده مكانه يقعد في السجن. انا اسفه، والدوله وفقا للدستور تحمي حرمه الحياه الخاصه، يعني الدوله ما تقولش انا مش هتدخل في المشهد الاعلامي، لا حضرتك لازم تتدخلي الدوله لما تلاقي ان سين او صاد او عين او دال انتهك حرمه الحياه الخاصه. دي ما فيهاش كلام، وما فيهاش حاجه اسمها حريه اعلام، دي ما لهاش علاقه ابدا بحريه الاعلام. حريه الاعلام بتتوقف لما انتهك حريه حضرتك الشخصيه وفقا لايه؟ الدستور. يعني لا من حقي انشر لحضرتك مكالمات، ولا من حقي انشر لحضرتك صور، انا ماليش انا ماليش دعوه بحرمه حياتك الخاصه، اسمها حرمه، فما ينفعش انتهاكها تحت اي مسمى. والدوله ما تقولش اصل انا ما بتدخلش عشان لا، انت الدستور بيقول لك وتقوم الدولة، والدولة هنا فاعل، يعني فاعل ده بيفعل فعل، مش فاعل ده بيقعد يتفرج. الحاجات دي من الحكايات اللي بتستفزني جدا. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org